لست بحاجة إلى الزواج، فأنا أسهر مع هاتفي وأنام مع هاتفي وأضحك مع هاتفي أيضا، فاللهم أرزقنا ببطارية صالحة. لا تصدق فتاة تقول لك حبك يجري في دمي، لأن هذا الدم سوف ينزل آخر الشهر. لا تعطي سرك لعزيز، فكل عزيز لديه عزيزة، ومن عزيز إلى عزيزة يسافر سرك بلا فيزا. هل تعلم أن شرب كأس واحد من الإسمنت يوميا يساعدك على بناء مستقبلك الذي لا وجود له أصلا؟ هي ليست بطيئة في الكتابة، بل هي تتقحبن مع شخص آخر يا صديقي. إلى متى ستبقى تلعب به؟ اتركه وشأنه، وابدأ بالبحث عن مستقبلك. إذا أردت إسعادي لا تنصحني بالنصائح، اعطني مالا، وضع نصيحتك في مؤخرتك. لو عاد أبو لهب ليدفن البنات وهم أحياء، لا دفن نصف الذكور بالخطأ. العمود الفقري يربط بين المؤخرة والمخ، لذا لا تستغربوا من أفكار بعض الناس.